ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم، ونهارك سعيد. ودايما بنبتدي فقراتنا بصحافة، ومنورنا في استوديو محمد طلعت الهواري الصحفي بجريدة المصري اليوم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا بقالك دينا، كتير جدا ما تقابلناش، انا الله سعيدة يعافيك. جدا. يلا نبدأ على طول عشان عندنا النهاردة اخبار كثيرة جدا من جريدة المصري اليوم. ثورة الرد على المجلس العسكري، هي كمان ثورة رد الشرف متهيألي، صح؟ بالظبط بالظبط. المصري اليوم الصفحة الثالثة، العسكري يبدي أسفه لسيدات مصر عن تجاوزاته في التحرير. جريدة الشروق الصفحة الأولى، البرادعي ألم يحن الوقت لنرى أصابعا من الأيادي الخفية. الشروق الصفحة الأولى، جدار بشري لوقف نزيف دم قصر العيني. شروق الصفحة الثالثة، 29 حركة احتجاجية وحزبا تدعو إلى جمعة تغطية عرض مصر. الأهرام الصفحة الأولى، توصيات الاجتماع المشترك للعسكري والاستشاري، حقن الدماء وإدانة الانتهاكات أيا كان مرتكبوها. المصري يوم صفحة 14، رئيس جنوب السودان يزور إسرائيل لبحث التعاون العسكري والاقتصادي. الأخبار الصفحة الثالثة، الإعادة اليوم على 59 مقعدا فرديا وانتخاب 24 القوائم ولا وقف لأي دوائر. اوكي. الاهرام الصفحه الثالثه، حاكم الشارقه يتحمل تكاليف سباق عربي وعالمي لانقاذ كنوز المجمع العلمي. في البداية خالص يعني لازم نتوجه بالحقيقة بخالص عزائنا لكل الشهداء ولكل من سقط في خلال هذه الأحداث الأخيرة في مجلس الوزراء وفي شارع قصر العيني والشيخ ريحان، شارع محمد محمود طبعا. وبنتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين، وبنتوجه بتحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية الحقيقة، وشكر وتقدير خاص جدا إلى الفتاة أيا كانت اللي تعرضت لواقعة السحل وتعرية جسدها في شارع قصر العيني. وده بقى يخلينا نتكلم ونقول بالظبط ما الذي وصلنا إليه. خلينا نرجع لثلاث شهور فاتت هنا في نهارك سعيد، لما حذرنا من حالة اسمها حالة النفاد اللي وصلت لها مصر كلها، لما قلنا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصيب بحالة نفاد صبر تجاه ما يحدث من أحداث على أرض مصر، وأن الثوار والشباب وكل الثائرين في مصر أصبح لديهم نفاد ثقة تجاه المجلس العسكري والحكومات المتعاقبة، وهناك حالة نفاد إيمان لدى بعض أو قطاع كبير من المواطنين تجاه الثورة بصفة عامة، لأنه لم يرى نتائج تحققت حتى الآن بعد مرور كل هذه الفترة. أصبح ما لدينا الآن هو تطبيق عملي وواقعي لحالة النفاد دي، وعندنا أطراف مختلفة وعندنا أحداث متتابعة. خلينا نبدأ من أحداث زي مسرح البالون، أحداث العباسية، فضل الاعتصام في إبريل في ميدان التحرير، عندنا أحداث ماسبيرو، عندنا أحداث محمد محمود، والنهاردة وأخيراً عندنا أحداث مجلس الوزراء، وما ننساش كمان أحداث السفارة الإسرائيلية. الأحداث بتتكرر بالمسطرة، لا زيادة ولا نقصان، وفي كل مرة عندما تصاب الأعين تصاب أعين خيرة شباب مصر. ده صحيح. الدكتور أحمد حرارة، زملائنا في الإعلام يعني أحمد عبد الفتاح وغيرهم كثيرين، وعندما يسقط الشهداء يسقط خيرة شباب ورجال مصر. شفنا في الأحداث الأخيرة الشيخ عماد الدين عفت، وشفنا الشهيد الدكتور علاء عبد الهادي، إن 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 القاتل والفاعل هنا أيا كان، سواء طرف ثالث يد خفية سواء المجلس العسكري أو أي حد، نحن نهدر ثروة مصر البشرية. كل احترامي وتقديري لتاريخ مصر ولأمن مصر القومي المتعلق بالمجمع العلمي وبكل الكتب النفيسة اللي موجودة هناك، ولكن لا تساوي قطرة دم واحدة من مواطن مصري تسقط على أرض مصر وبأيدي مصر. مصرية. نبدأ نشوف بقى الوضع الحالي عامل إزاي. اتفضل. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد كل هذه الأزمات المتلاحقة، عندما نصل إلى حدوث أزمة جديدة يسقط فيها شهداء جدد وتسال فيها دماء مصرية مرة أخرى، إذن هناك أزمة وقصور في الإدارة، ونحن لا نأخذ بمبدأ ألا وهو إدارة الأزمات. أين نحن من إدارة الأزمات؟ أين المخابرات العامة المصرية؟ أين المخابرات الحربية؟ أين جهاز الأمن الوطني؟ أم أن الموضوع كله يتعلق بنشطاء سياسيين والبحث وراءهم وهل يتلقون تمويل أم لا، ولكن نحن بعيدين كل البعد عن تحديد الطرف الثالث وما إلى ذلك. صحيح. وحدة التحقيقات الاستقصائية في مصر اليوم أعتقد لو حابة تشتغل على الموضوع ده هتطلع في نتائج في أقل من أسبوعين، ودول أفراد ما عندهمش كل الإمكانيات اللي عند الأجهزة اللي أنا اتكلمت عنها. صحيح. وبالتالي أصبح من غير اللائق ومن غير المقبول أبدا الحديث عن وجود طرف ثالث وإلقاء اتهامات جزافا دون أن يعني أن يكون لدينا معلومات ونتخذ إجراءات، لأن ده أصبح الحقيقة شيء
لا يرضاه اي احد. اسمح لي محمد، خليني اقول لك من اول احداث يمكن البالون ومسبيرو، زي ما ذكرت كل الاحداث بنسمع دايما عن تم تشكيل لجنه لتقصي الحقائق وفي تحقيقات النيابه العامه، وتحقيقات ما بنشوفش اي في نتيجه. النيابه العامه، فين التحقيقات بتاعه النيابه العامه؟ هم اسفرت عنه، احنا مش شايفين الكلام ده. يمكن احنا شفنا في الفيديوهات بقى، وده ليه علاقه بثوره الرد على المجلس العسكري. المجلس العسكري لما اتكلم في المؤتمر الصحفي اللواء عادل عماره وابتدى يعرض لنا وجهة النظر بتاعت المجلس العسكري، كان أولى وأوفق. دايما يا جماعة الحاجة دي مهمة جدا، وأرجو من السادة أعضاء المجلس العسكري أنهم يتنبهوا للنقطة دي. في كل مرة أنتم الخصم والحكم، وده لا يليق أبدا، ده لا يليق أبدا. علشان نحقق العدالة لازم يكون هناك جهات تحقيق مستقلة حقيقية تحقق لنا بقى في أحداث ماسبيرو، وتحقق لنا في أحداث مجلس الوزراء، وفي كل الأحداث. ولازم نستفيد من الدروس بقى واللي حصل في الفترات اللي فاتت دي، علشان نمنع حدوث ده مرة أخرى. وإيه رأيك كمان في التصريحات اللي تمت على لسان إحدى اللواءات إن الناس دي ممكن تتحط في أفران هتلر؟ يعني أنا مش عايز أقول مدى مصداقية ده إيه، ولكن أنا مش عايز أصب مزيد من النار يعني على النار المشتعلة. هي مشتعلة كده كده. ولكن أنا بأطالب السادة أعضاء المجلس العسكري، واضح أنكم لا تستطيعون التعامل مع المدنيين، وهناك مشكلة في التعامل مع المدنيين. شفنا اللواء عادل عمارة أثناء المؤتمر الصحفي وهو يتعامل مع الصحفيين وكأنهم جنود لديه في إحدى الوحدات العسكرية، وإن تسكت وهطلعك بره، وحاجات بهذا الشكل. فبالتالي أصلا المجلس العسكري عنده مشكلة في التعامل مع المدنيين، ويبدو أنهم يعني لا يستطيعون إدارة المرحلة الانتقالية، وأنهم ليسوا لديهم دراية كافية بأمور السياسة وأمور التشريع، لأنه في الحقيقة مش دورهم. وإحنا نشكرهم جدا على كل اللي عملوه خلال الفترة الماضية، ولكن آن الأوان أن إحنا نبدأ إجراءات فعلية لإنقاذ ما تبقى من مصر. لإنقاذ ما تبقى من مصر. المجلس العسكري يتحدث عن أجندات لإسقاط الدولة، تمام؟ الثوار يتحدثون عن مخططات لإجهاض الثورة. من ناحية تانية المتعاطفين مع المجلس العسكري ومعظمهم من حزب الكنبة بيتحدثوا عن المخططات الصهيونية الدولية العالمية والمؤامرات الخارجية لإسقاط مصر وأحداث الواقعة بين الجيش المصري والشعب. الإسلاميين والمتأسلمين يتحدثون عن الانتخابات. وهنا أنا بوجه سؤال للإسلاميين والمتأسلمين ولكل السلفيين والإخوة اللي موجودين معنا، ماذا فعلتم في وقائع كشف العذرية والاعتداء على سيدات مصر وسحلهن؟ أليس هؤلاء أجدى بكثير جدا من أختي كاميليا وأختي عبير وإحراق الكنائس؟ خليني أقول كمان عن كمان جنازة الشيخ عماد عفت، ما شفناش أي وجود كمان للإسلام. مفيش وجود. وكل لما نسمع أن في واحد موجود من الإخوان المسلمين أو من السلفيين في أي حاجة، يقولوا ده موجود بشخصه ولا يمثل أحد. في كل الأحوال جميع الأطراف في الوقت الحالي مطالبة رقم واحد وقف العنف، رقم اتنين أن احنا ناخد هدنة ونبدأ نقعد ونتكلم علشان نشوف ننقذ مصر ازاي. هناك العديد من السيناريوهات. هناك مطالبات بأن يكون هناك انتخابات رئاسة جمهورية بعد شهر يناير، أو في شهر يناير المقبل، وبعد انتهاء الانتخابات التشريعية. هناك مطالبات بإنشاء أو تأسيس مجلس رئاسي مدني يتولى ما تبقى من المرحلة الانتقالية، يسلم المجلس العسكري له السلطة ويعود إلى مهماته الأصلية في الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه. النقطة الخطيرة في كل اللي بيحصل واللي بدأت من أحداث ماسبيرو، ألا وهي صورة الجندي المصري. ده صحيح. لا يليق أبدا بي كمواطن مصري، ولا يليق أبدا بهذه الصورة عندما تنقل إلى الخارج، أني أشوف الجندي المصري وهو يجري أمام ناس بتحاول تضربه وتعرقله وتضربه بالطوب، ولا يقدر أبدا أن أنا أشاهد الجندي المصري وهو داخل دبابة أو مدرعة، داخل مدرعة ويدهس بيها مجموعة من المتظاهرين. ولا يسهل سيدات مصر، ولا يسأل. في كل الأحوال اللي أنا خايف منه الحقيقة صورة الجندي المصري بره. هيدي إيحاء بإيه؟ هيدي إيحاء بإيه؟ أن لما أسمع أن المفاوضات الأوروبية بتناشد أو بتطالب بمعنى أدق المجلس العسكري بوقف العنف، ووقف هذا العنف المفرط، فرقنا إيه عن سوريا؟ ما احنا بنسمع نفس المناشدات للجيش السوري هناك. فاحنا مش عايزين إيه عن الجيش الأمريكاني في العراق؟ احنا مش عايزين نخش يعني في هذا الأمر. احنا عايزين نحافظ على الجيش المصري، وأفضل حفاظ على الجيش المصري هو أن نتوقف قليلا ونقعد كلنا مع بعض ونبدأ نشوف الإجراءات الفعلية لتسليم السلطة للمدنيين. ونشكر أعضاء المجلس العسكري على كل ما قاموا به في الفترة الأخيرة. من ناحية تانية مسألة البيان رقم 91 والأسف لسيدات مصر، الأسف هناك فرق كبير جدا بين الأسف وبين الاعتذار.
الأسف شيء والاعتذار شيء آخر، ده صحيح. ومع ذلك ماشي الجيش المصري بيأسف لما حدث من أو مما أسماه تجاوزات، هل ده ردا على المسيرة اللي خرجت لتمرير ردا على السيدة؟ المسيرة لأنه جه بعدها على طول، احنا شفنا البيان 91 يعني صدر ما كانش في بعدها على مسيرة، طول. ما كانش هيبقى فيه اعتذار أو أسف؟ وبصفة عامة بقى يعني أنا أضيف لكلامك ده إن واضح إن المجلس العسكري والحكومة أيا كانت الحكومة، حكومة كانت أحمد شفيق، حكومة عصام شرف، حكومة الدكتور كمال الجنزوري، في كل الأحوال مفيش تحرك إلا ما يكون في تحرك في الشارع. ده صحيح. لا يجب ولا يليق بنا أبدا إن احنا نشتغل بمنطق رد الفعل، لازم يكون عندنا دروس مستفادة وعندنا خطوات ممنهجة علشان نقدر ندير أزمات ونحتويها قبل وقوعها حتى، مش كل مرة نلاقي نفسنا بنشاهد هذه المآسي التي تحدث. وبالتالي هناك دعوات لجمعة تغطية عرض مصر ومطالبات من قوى سياسية بالمشاركة في هذه التظاهرة. هل سوف يكون الإسلاميين أنا كان لسه تساؤلي والتيارات جاي، هل في الإسلامية موجودين فيها؟ أنا أعتقد أن هم برضو هيكونوا لسه مهتمين الانتخابات؟ بالانتخابات، وبطمأنة يعني الجانب المعتدل من الإسلاميين هيكون حريص أن هو يطمئن المصريين على مسألة المايوهات، وأن السياح هيشربوا خمور ولا لأ، والسياحة، وأن الجانب المتشدد والمتعصب والمتطرف من الإسلاميين هيكون مهتم جدا بفكرة وقرنا في بيوتكن وعدوا ما تتحركوش، وأن اللي بيحصل ده أجندات و و و إلى آخره، ولكن لن نشاهد لهم دورا فعليا على أرض الواقع. خليني اروح لجريده الشروق وكلام دكتور البردعي. الم يحان الوقت لنرى اصابع من الايادي الخفيه؟ عشان ده مهم جدا بصراحه، يعني بقالنا من اول الثوره واحنا بنسمع عن ايادي خفيه واجندات وناس بتتم تخوينهم ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، بالظبط. ده اللي احنا يعني بنتكلم فيه. احنا طالبنا من اكتر من شهرين بضروره وقف حمله التخوين اللي كانت موجوده. المجلس العسكري بيخون فئات معينه من الشباب ويقول انهم يتلقون تمويلا من الخارج وينفذون اجندات خارجيه. ومن ناحيه تانيه في بعض النشطاء بيتهموا المجلس العسكري انه والله عايز يجهض بان هو بيجهد الثوره، وان هو يعني عايز يعيد الاوضاع كما هي، وان هو لا يريد ان يقوم باي تغييرات، هو فقط مجرد اصلاحات وابقاء الوضع كما هو عليه. انا معاك ان في فعلا زي ما انت قلت في حاله من انعدام الثقه ما بين الاثنين. لازم تمام، تقف دي، لازم اوكي تقف، لازم تقف على الاقل في الفتره دي بس. اي بس وعايزين يكشفوا لنا يعني مين اللي يعني لو عايزين نقول مين اللي بيعبث بعقول شباب مصر، ما يقولوا لنا عشان نقدر كلنا نتكاتف مع بعض يقولوا ويطلعوا علشان احنا بالظبط. كمان نقف ونكون احنا احرص الناس على مصر. اكيد طبعا، واعتقد كمان ان ثوار مصر احرص الناس على مصر، والا ما ضحوا بالدم في سبيل هذا الوطن. ولكن الفكره كلها انه حان الوقت لتكاتف الجهود بقى. ده تمام؟ صحيح. ان احنا نقعد والله الشباب مع الحكومه مع النشطاء مع المجلس العسكري مع الاحزاب مع اعضاء البرلمان، لازم يكون في تحرك ما، لازم يكون في خطه لانقاذ مصر في الفتره دي. ولازم نبص شويه لتونس ونشوف تونس وصلت لفين ونشوف احنا وصلنا فين. ولازم أأكد مرة تانية على أن احنا تأخرنا كثيرا في أمور كثيرة. المجلس الاستشاري الذي أكن لكل أعضائه ورئيسه الدكتور منصور حسن كل الإعزاز والتقدير، تشكيل هذا المجلس تأخر كثيرا، كان يجب أن يكون منذ إسقاط مبارك وليس اليوم. تمام، وكنا لازم نعمل الكلام ده كتير. في أحداث مجلس الوزراء الرواية اللي موجودة إيه؟ رواية الكرة. روايه الكره ان الكره نزلت في بالظبط، دخل عبودي وبعد كده الضابط مسكه وضربه. ايا كان الطرفين الحقيقه غلطانين من وجهه نظري. تمام، انت رجل معتصم، انت رجل ثائر، انت لديك قضيه تدافع عنها، فلا سبيل للاعب الكره ده اذا صحت واقعه الكره. تمام، وبالتالي عندما سقطت الكره داخل مجلس الشعب دي ما وقعتش في بلكونه الجيران، دي وقعت في مجلس الشعب. وهناك ضباط وعساكر، انا لا اريد ان ابرر لهم، ولكن يبدو انهم في حاله استنفار دائمه، ويبدو ان هناك مشادات ما حدثت، فمسكوا عبودي وحصل ضرب واستخدام مفرط للقوه، ده انا ارفضه تماما. هي دي الفكره، يعني ما يبقاش ده رد تماماً. الفعل عشان كوره في الاخر، يعني كان ممكن ياخدوا ولا علشان ويحبسوا اي حاجه ولا عشان خاطر ولا اي علشان حاجه. أي